مرحبا للكل مشاهدينا، اليوم معكم ناتالي فيس فيتنس انستروكتور. فيس فيتنس تمارين للعضلات الوجه، بس بنفس الوقت نحن بنعمل للعضلات تمارين للعضلات الرقبة، تمارين للعضلات كتف، تمارين للعضلات ظهر ليتحسن وجه. مشان بدون جلس ظهر، بدون جلس كتف والرقبة ما بيزبط الوجه الحلو. بضل في تعب بالبشرة، بضل في تعب بالعضلات، بضل في تعب بعينينا، وبتعج الوجه بطريقة كتير سريعة. اليوم بدنا نرجع نحكي على تمارين للكتف. هذا الكتير أهم شيء ليتجلس الكتف مزبوط، ليتجلس ظهر مزبوط، ليضل تاخدوا النفس وبغز الجسم والعضلات بالكل اكسجين اللي نحن ننشم. تمارين نمبر 1، رقم الواحد، تقعدوا اكيد قدام مرايه. فيكم تلبسوا شيء فلانيل بروتيل حتى اللي تشوف كيف وضع الكتف. إذا حدا عنده الكتف هيك المبروم، ظهر المبروم، الكتف ليدام، رقبة ليدام، ما بتجلسوا الظهر، ساعة الوجه بده يتعب كمان. نحن بدنا نرجعهم لورا، بدنا قويهم الكتف. قعدت أنا هيك، وجه بده يتعب بعد فترة، أكيد مش هلا، بس حتى هلا إذا قعدت أنا هيك، عندي صار بيبقى انتاجية حول تم. مبينين جلست ظهري، صار انا جاي على بالي سمايل فيس، يضحك شوي، يعني مرتاحه اكثر. ساعتها كيف بدنا رجعون الكتف لورا بأي طريقه؟ بدكم طريقه غينه؟ ممكن غينه، يعني فيكم غينه طريقه، يعني بدكم تعملوا هذا كل يوم، ما في شيء اسمه صعب. ساعتها تعدن قدام مرايه، خليكم لابسين بلانيل بروتيل حتى لي تشوف كيف نحن بدنا نعمل هذه التمارين، وبيبين كيف عم يتحرك الكتف. هذا القدم اللي جاي على الكتف من سنتر، من نص على الكتف، لازم يكون جلس. اكيد مش كلهم ممكن يكون مثل كاريزانتال، مشان تمارين انا عم بعمل كل يوم موضي. ساعتها جربن تحطن ايديكن على كتافكن، تجلسن وتشوفوا هذا القدم، تجلسن ظهركن، تنزلن كتاف ماكسيموم لتحت، راس لفو، رقبة لفو، ظهر جالس، نزل كتاف 10 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، شدن أكتر أكتر لتحت، كتير منيح، ريلاكس. حدا ممكن تحس بالوجع بالايدين، اوكي رايحون ايديكم، اكيد اذا مش متعودين والعضلات مش قويه. بنرجع بنحط ايدينا على الكتاف، نقلي ايد اليمين على جنب لورا، كتاف شمال والايد بتضلن محلن، تشدن لورا، ما تبربن راسكن لورا، ماكسيموم لورا قد ما فيكم. اوكي نرجع، شو عم بيصير مع الوجه؟ وجه عم بيحمر، ما عم بيتعب بس عم بيحمر، يعني صار بلش تمشي الدم احسن. تاني الايد لورا، ماكسيموم لورا تشدن جسم، ما بتبربن جسم، بتضل محلن، بس كتف الواحد لورا، كتير منيح. نرجع نحط ايدينا ايدتين مع بعض، ونعمل ستريتشنج لورا 10 مرات. ستريتشنج بيصير من ايدين بس ننشد لورا، 1 2 3 4، علينا ايديكم اكثر لفو، 5 6 7 8 9 10، ريلاكس. ايه تمارين صعب شوي بس كتير 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 بفيد، ما بياخد وقت كتير، 5 دقائق اليوم، واكثر شيء الصبح. اذا حسيتم عم تشتغلوا انتم وخسيتم في وجع او لازم
ترجعون كتف لورا لتاخذ نفس مزبوط ليريح الجسم وليريح الوجه، تعملوا انتم كل يوم مرتين ثلاثة أربعة قد ما فيكم. اوكي بنرجع 10 مرات، نتحط ايدينا على الكتف، ريلاكس ريلاكس، ما في سبازم، ما في تشنج، لازم تحس جسم بال ريلاكس فورم. نرجع واحد اثنين، شدوا الماكسيموم لورا، ثلاثة علينا ديكون لفو، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. درجيكم الوجه عم بيخمر أكتر. أوكي ثالث، كتف اليمين لفو شمال لتحت، إيد نزول لفو، تعملوا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داون. أوكي تاني ميل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داون. هلا بإيدتين فيكم تعملوا خمسة ماكسيموم عشرة، ماكسيموم 15 مرات نفس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. كتير منيح، وبرم لورا مينيموم خمسة ماكسيموم عشرة أو 15 لورا. كتير منيح، نرجع ننحط إيد اليمين على كتف اليمين، علين ماكسيموم لفو ماكسيموم لفو، تحط إيد شميل على جانب شميل ماكسيموم داون أب داون أب داون أب، رجعون لورا تاني ميل، أب داون أب داون. بعد في مرتين فيكم تكملوا تعملون عشرة. أوكي أب ماكسيموم، رجعون لورا. أوكي هلا بالهيد التمارين هو ذاته بنرجع نعمل، نستعمل كمان الإيد اللي بالعكس، مثلا إيد شمال بنحط إيد اليمين على كتفه وبيشتغل بالإيد الشمال، ننشط. أوكي نرجع ننشط أب ماكسيموم داون أب داون. بعد في مرة أب داون لورا، كتير منيح. تاني ميل، حطينا الإيد ننشط شوية لورا، عدل مش بشرة، العدل يعني تاتش بوش، ونسحب شوية لورا أب داون مرتين أب ماكسيموم داون. بعد مرة ولورا، كتير منيح. عملينا تمارين للكتف، أثرت على الوجه، الوجه صار مرتاح أكتر. نرجع نعمل تمارين، ننحط ايدينا ورا، ماكسيموم علينا كتف كون لفو، ماكسيموم نشتغل بالكتف، خليكم هيك تقريبا شي نص دقيقة، نص دقيقة. تحت نرجع نعمل مرة تانية، ماكسيموم لفو عليهم لفو ماكسيموم، شدوا عضلات الظهر كمان، كتير منيح. تحت داون، فيكم تكملوا كمان هيك للخمس مرات. نرجع نعمل برم لورا مرتين ثلاثة، تحط ايديكم على الوجه، ريلاكس، واحد اثنين ثلاثة
نزول على الكتاف وتشدهم ثلاث مرات، واحد مثل عملنا أول مرة، اثنين ثلاثة، نرجع منخد ريلاكس، واحد اثنين ثلاثة. فيكم تعملوا هذه التمارين كل يوم وما بس مرة، مرتين ثلاثة وأربعة، وبعد الأسبوع أكيد بتصير توتال ريزولت كتير حلو. شكرا، معكم كانت ناتالي. حبيتوا التمرين؟ اشتركوا مع الـ All-NCV.